بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. شيء عجيب وشيء أعجب، تقابل عجيب بين شيئين، والأعجب هو تصرف البشر. هناك شيئان متخالفان، بل بالدقة هما متضادان. وهما رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الناس. هناك فوارق كثيرة بينهما. من جملتها أولا، ثانيا، ثالثا. أولا، رضا الله سبحانه وتعالى له قيمة، ورضا الناس لا قيمة له. لا أقول قيمته قليلة، أقول لا قيمة له. الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يملكون لك نفعا. الناس لا يتمكنون أن يدفعوا الموت الذي هو أبغض شيء عندهم، لا يتمكنون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت، لا يتمكنون أن يؤخروا الموت عن أنفسهم ثانية واحدة عن أنفسهم. يملكون شيئا لك؟ ثانيا، الفرق الثاني، رضا الله سبحانه وتعالى إنما هو حسب ضوابط دقيقة جدا لا تتغير، بخلاف رضا الناس. رضا الناس حسب الأهواء. اليوم يرضون عن تصرف معين، غدا يكونون ضد ذلك التصرف بأشده. اليوم يحبون شخصا من دون أن يتغير، غدا يكرهونه. اليوم يفدون أنفسهم لحاكم كذائي، غدا يطالبون بقطع رأسه. اليوم عندهم فكرة معينة، عقيدة معينة،
غدا عقيدتهم تماما خلاف العقيدة السابقة. أولا رضا الله سبحانه وتعالى له قيمة ورضا الناس لا قيمة له. ثانيا رضا الله سبحانه وتعالى تعرف ضوابطه، له ضوابط دقيقة، رضا الناس لا ضوابط له، أهواء. ثالثا رضا الله سبحانه وتعالى من الممكن أن تحصل عليه، وقد حصل عليه بعض الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ممكن. ورضا الناس لا يمكن أن تحصل عليه، لا أقول صعب الحصول على رضا الناس، أقول لا يمكن، مستحيل، هذا شيء لم يخلقه الله سبحانه وتعالى. رضا الناس شيء ما خلقه الله سبحانه وتعالى. ما رضيت فئة عنك إلا وغضبت فئة أخرى عنك. الآن لنأتي إلى تصرف الناس، العجب العجاب في تصرف الناس. يبحثون البشر هكذا كطبيعة باستثناء فئة من المؤمنين، يبحثون عن رضا الناس ولو على حساب رضا الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يريد أن يشتم يسوب، ولست بقصد الشتم والسب، ولكن حقا أريد أن أقول أن البشر مجانين، حقا أقول مجانين، بودي يعني أقول البشر مجانين. الشيء الذي له قيمة، لا أعظم شيء ليس في الدنيا أعظم شيء، حتى في الجنة، الجنة العظيمة الضخمة التي الدنيا كلها بالنسبة للجنة لا تكون إلا أقل من ذرة في صحراء، في الجنة أثمن شيء، أعظم نعمة ورضوان من الله أكبر، أكبر شيء في الجنة رضا الله عز وجل. هذا الشيء الثمين بهذه الدرجة لا يبحثون عنه، يبحثون عن شيء ليته كانت له قيمة قليلة لا قيمة له أصلا. هذا ليس جنونا؟ يبحثون عن شيء له ضوابط، ضوابطه معروفة، حدود معروفة دقيقة لا تتغير حدوده بمقدار ذرة. رضا الله له حدود لا يتغير أبد الآبدين. هذا الشيء الذي له حدود من الممكن أن تصل إليه لا يبحثون عنه، يبحثون عن شيء مجرد أهواء. اليوم معصب، اليوم عنده مشكلة مع زوجته لا يرضى عنك، غدا وضعه مع زوجته تمام يرضى عنك بسرعة، أهواء. هذا ليس جنونا؟ البحث عن ذاك وترك هذا الشيء العظيم. الأعجب الذي هو أدل على جنون البشر أن الشيء الذي من الممكن أن يصلوا إليه لا يبحثون عنه، الشيء الذي بإقرار واعتراف كل البشر لا يمكن أن يصلوا إليه يبحثون عنه. الله أكبر. اسأل أي واحد من البشر، رضا الناس شيء يدرك؟ رضا الناس غاية لا تدرك. البشر كلهم يعترفون، يعلمون أن الشيء هذا لا يمكن الحصول عليه. لو كان من الممكن أن يحصل عليه شخص
مخلوق لحصل عليه رسول الله، سيد الأولين والآخرين، فضله على الناس لا نهاية له، تحمل ما تحمل لأجل هذه البشرية. الناس رضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، يرضون عنك؟ لا، إله رسول الله. الناس رضوا عن الله سبحانه وتعالى؟ الله ما رضي الناس عنه، يبحثون عن شيء مستحيل أن يصلوا إليه ويتركون شيئا من الممكن أن يصلوا إليه، لا من السهل أن يصلوا إليه. أمس قرأتم في دعائكم إيه؟ يا سريع الرضا، سريع الرضا، هذا الشيء الذي له كل القيمة من الممكن أن تحصل عليه بسرعة. في دعاء أبي حمزة الثمالي أواخر الدعاء، يا من يقبل اليسير، يقبل اليسير، يرضى بسرعة. هذا الشيء لا يبحثون عنه، يبحثون عن ذلك الشيء التافه الذي لا يمكن أن يصلوا إليه. هذا جنون أم لا؟ هذا جنون، ومشكلته أنه جنون معدي. الجنون عادة ليس معديا، لا، هذا الجنون معدي. المجنون بهذا الجنون إذا صار احتكاك بينك وبينه قد يعدي هذا الجنون إلى الشخص. عندما الإنسان يحتك بأناس همهم رضا الناس، معدي أم لا هذا الجنون؟ معدي. نريد أن لا نكون من المجانين، أن لا يكون همنا رضا الناس، أن يكون همنا رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي كان هم العقلاء، أعقل العقلاء، أعظم عظماء البشر، همهم رضا الله سبحانه وتعالى. كيف نحصل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ الجواب على ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وآله. هذا السؤال المهم جوابه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أجاب على هذا السؤال. قال صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. صل على محمد وآل محمد. تريد رضا الله عز وجل؟ احصل على رضا فاطمة. فاطمة رضيت عنك، الله راض عنك. إخواني، هناك مسألة مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالتوحيد، ومسألة دقيقة جدا، وهذه من العقائد الأساسية التي يجب أن نعتقد بها فيما يرتبط بالتوحيد. لاحظوا، من خصائص المخلوق، أنه يتغير داخله، هناك حالة ثم هذه الحالة تذهب تأتي حالة أخرى. مثلا أنت الآن في حالة حزن، بعد ساعة تكون في حالة فرح. حالة الحزن ذهبت، حالة الفرح جاءت،
تغير في الداخل. أنت الآن غاضب على شخص، بعد ذلك ترى شخصا مؤمنا صالحا تحبه، الحالة التي تكون في نفسك حالة رضا تجاه هذا الشخص. حالة الغضب تذهب، الغضب على فلان، تأتي حالة الرضا على شخص آخر مثلا، الحالة تتغير من الرضا إلى الحب، من الرضا إلى الغضب، من الغضب إلى الرضا. أنت الآن في أسف، بعد ذلك هذه الحالة تذهب، تأتي حالة أخرى. الحالة الموجودة الآن فيك ما هو؟ ما هي؟ حبك لشيء حسن أو لشخص مؤمن حسن صالح، ثم تتذكر شخصا سيئا. هذه الحالة التي هي موجودة في نفسك، حالة الحب لهذا الشخص الحسن، تذهب، تأتي حالة أخرى، حالة البغض لشخص سيء أو لشيء سيء. الحالات تتغير. هذا يسمى أن المخلوق محل للحوادث. حوادث يعني الأمور الحادثة، الأمور المتغيرة. هذا من خصائص المخلوق، المخلوق يتغير. أما الله سبحانه وتعالى وهو ليس مخلوق، لا يمكن أن يتغير، ليس محلا للحوادث. الأمور المتغيرة لا تكون في الله سبحانه وتعالى. التغير يساوي أن يكون الشخص حادثا يعني مخلوق. وجود الحوادث، الأمور المتغيرة في الشخص، دليل على أنه حادث. حادث يعني مخلوق. الله عز وجل ليس مخلوقا، فليس هو محلا للحوادث يعني المتغيرات. هذا جزء عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك العقل، ويدل على ذلك النصوص الشريفة الكثير. سؤال: إن كان هكذا فكيف نفسر الروايات، الآيات قبل الروايات الشريفة، كيف نفسر عشرات من الآيات القرآنية ومئات من الروايات الشريفة رضي الله عنهم؟ الرضا من الحالات المتغيرة، عليه غضب من الله، عليه غضب الله، هذا شيء كيف نفسره؟ غضب الله عليه يعني ماذا؟ الغضب حالة من الحالات المتغيرة. الأسف: فلما آسفونا الحب، البغض، هذه الكلمات الموجودة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المحسنين، يعني ماذا إن الله يحب المحسنين؟ الحب حالة من الحالات المتغيرة. الحالات المتغيرة لا تعتري، لا تعرض على الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات الكثيرة المباركة بالعشرات، الروايات الشريفة بالمئات أو لعله أكثر، هذه النصوص الشريفة كيف نفسرها؟ هناك جوابان. الجواب الأول الآن لا أريد أن أذكره، أيضا موجود في الروايات الشريفة. الجواب الثاني الموجود في الروايات الشريفة أيضا، أن كل هذه الآيات القرآنية، كل هذه الروايات الشريفة، تفسيرها أن الله عز وجل خلق له أولياء وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. فما يكون فيهم من هذه المتغيرات نسبه إلى نفسه عز وجل. يعني الله عز وجل عندما يقول رضي الله عنهم، يعني رضيت فاطمة عنهم. عندما يقول إن الله يحب المحسنين، يعني إن الله، يعني إن عليا يحب المحسنين. حب أمير المؤمنين لشيء أو لشخص، الله عز وجل اعتبره حبا له.
اعتبر بغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لشيء أو لشخص، اعتبر ذلك بغضه عز وجل، جعل له أولياء هذه الأمور المتغيرة تحصل لهم لأنهم مربوبون هو ربهم. هذه الأمور التي تحصل فيهم الله عز وجل نسبها إلى نفسه. أقرأ لكم رواية شريفة في حديث في الكافي الشريف، الرواية الشريفة في حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني ماذا آسفونا؟ الله يأسف؟ لا. إذن لماذا الله عز وجل يقول فلما آسفونا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك. للراوي يقول: وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك. الأشياء المتغيرات، المتغيرات لا تحصل في الله عز وجل. هذه الأشياء ما هي؟ ما هو تفسيرها؟ تفسيرها أنه خلق لنفسه أولياء ما يعترض، ما يعرض، ما يعتري هؤلاء الأولياء نسبه لنفسه. ولو كان، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجر وهو الذي خلقهما وأنشأهما لجاز لقائل هذا أن يقول إن الخالق يبيد يوما ما، لأنه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه العبادة. إذن إن الله يرضى لرضا فاطمة، يعني ماذا؟ ظاهر العبارة أن رضا الله عز وجل تابع لرضا فاطمة. هذا مستحيل، الله ليس تابعا. إن الله يرضى لرضا فاطمة، ظاهر العبارة هذا، هذا شيء مستحيل. إذن ماذا نقول؟ إن الله يرضى لرضا فاطمة يعني ماذا؟ يعني هو هذا التفسير، يعني لا يوجد هناك شيئان، رضا فاطمة شيء ورضا الله عز وجل شيء آخر متلازمان، لا، أصلا هو شيء واحد، هو رضا فاطمة. لاحظوا، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، هذان شخصان شخصيتان، فاطمة الزهراء شخص، سيدة نساء العالمين شخص ثاني، لا، هي هي فاطمة الزهراء هي سيدة نساء العالمين، كلمتان عنوانان لشيء واحد، هذه الشخصية الإلهية العظيمة، هي فاطمة الزهراء، هي سيدة نساء العالمين، هي ابنة رسول الله، هي الصديقة الكبرى. هذه عبارات مختلفة عن شخصية واحدة، عن حقيقة واحدة. رضا الله ورضا فاطمة كلمتان نقولهما نحن، شيء واحد، يعني الذي تحقق في الكون هو رضا فاطمة فقط وفقط. هذا الشيء الله عز وجل جعل له اسما آخر سماه رضا الله، رضا تسمية ثانية ليست حقيقة ثانية أصلا. غضب فاطمة فقط، غضب الله بغضب فاطمة، غضب الله هو 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 غضب فاطمة، ليس شيئان متلازمان، هو هو عبارتان عن حقيقة واحدة. سؤال أخير، النبي صلى الله عليه وآله لماذا قال إن الله يرضى لرضا فاطمة كل المعصومين 14 هكذا؟ لماذا خص ذكر فاطمة صلوات الله عليها؟ إن الله يرضى لرضا رسول الله، إن الله يرضى لرضا أمير المؤمنين، إن الله يرضى لرضا الإمام العسكري، إن الله يرضى لرضا الإمام سيد الشهداء، إن الله يرضى لرضا الإمام الكاظم، إن الله يرضى لرضا الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء وصلوات الله عليهم.
لماذا قال إن الله يرضى لرضا فاطمة بالخصوص؟ طبعا رسول الله كلامه أعظم أعمق من أن نتمكن أن نصل إلى كل أبعاده، ولكن بعد من أبعاده، لأن الانحراف الكبير حصل في وقت كان رضا فاطمة وسخط فاطمة هو الفاصل بين الحق والباطل. هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله كشفت الانحراف الكبير، الانحراف الأكبر الذي حصل في أمة المسلمين. سخط فاطمة كان واضح، وهذا هو الميزان، هذا هو سخط الله، هو ليس سخط الله يلازم سخط فاطمة، هو سخط فاطمة هو سخط الله. باعتراف الكل سخطت على أناس، وأولئك هم الذين قادوا الانحراف الأكبر. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذا الميزان الواضح. رضا الله عز وجل لا رضا الناس. رضا الله يعني عبارة أخرى عن رضا الله رضا فاطمة صلوات الله عليها، هذا الشيء الذي له قيمة. في يوم القيامة في الجنة ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر في الجنة يعني ماذا؟ يعني رضا فاطمة صلوات الله عليها. أكبر نعمة في الجنة أن فاطمة راضية عنك. كم هي نعم الجنة وكم هي عظيمة، أصلا نعم لا نتمكن أن نتصورها في الدنيا. تلك النعم أكبر شيء هناك إحساسك بأن فاطمة راضية عنك. الله يقول في القرآن الكريم ورضوان من الله أكبر، أكبر النعم. هذا عن نعم الجنة، طبعا الآيات السابقة عن نعم الجنة. ملاحظة، بعض الناس خصوصا الشباب عندما نتكلم أنه الإنسان يهتم برضا الله لا يهتم برضا الناس، يأخذون المعنى بصورة غير صحيحة. يؤذي الناس، لا يصل أرحامه، ليس مهما عنده الناس ماذا يقولون. هذا خطأ. رضا الله عز وجل وهو رضا فاطمة في مدارات الناس، رضا الله عز وجل وهو رضا فاطمة في صلة الأرحام، رضا الله عز وجل وهو رضا فاطمة في الإطاعة، لا أن ترضي إجمالا للوالدين. رضا الله عز وجل وهو رضا فاطمة في حسن الخلق، في حسن الخلق مع الناس. نعم، إذا صار في جانبين رضا فاطمة صار في جانب، ورضا الناس كلهم صار في جانب آخر. المؤمن لا يرجح رضا الناس على رضا فاطمة، لا أصلا لا يتردد لحظة واحدة. رضا الناس في مقابل رضا فاطمة أصلا شيء له قيمة؟ أصلا شيء تافه. يجعلون أمامك شيء ثمين جدا، أثمن ما في الكرة الأرضية، ويجعلون بجانبه شيء أتفه ما في الكرة الأرضية. أصلا الإنسان يتردد لحظة واحدة له يأخذ الشيء الثمين، وهذا أثمن كل شيء ثمين. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن رضا الناس لا يملك. احفظوا الحديث، وهذا الحديث فقط،
إن رضا الناس، الإمام لا يقول لا تملكه أنت، يقول لا يملك، لا يمكن أن يملكه الإنسان أصلا أو أي بشر، شيء ما خلقه الله عز وجل، ما جعله الله ملكا لأحد، خلص قابلية الملكية غير موجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق فاطمة، بمكانة فاطمة، بعظمة فاطمة، بحبه لفاطمة، بحب فاطمة له، نسأل الله سبحانه وتعالى بمظلومية فاطمة، بدم فاطمة، بقلب فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وفرج. اللهم أرض عنا فاطمة، اللهم زدنا حبا لفاطمة، اللهم زدنا بغضا لفاطمة، بغضا لأعداء فاطمة، اللهم ارزقنا في الدنيا خدمة فاطمة، ارزقنا في الدنيا اتباع فاطمة، ارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعة فاطمة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.